بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام، وطبعا برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبنبارك طبعا لفريقنا على الفوز. ومعانا واحد من نجوم، يعني مش بس من نجوم الفريق، من نجوم اللعبه على مدار تاريخها، طبعا عبد الله عبد السلام. بنرحب بيك معانا شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك. مبروك، وطبعا مش يعني المباراه كانت سهله؟ لا والله، يعني مباراه متوسطه المستوى. طبعا مباراه افتتاح مهمه بالنسبه لنا، الحمد لله يعني ادينا بشكل كويس خطوه بخطوه. مباراه الافتتاح طبعا زي ما انت شفت حصل الاول شويه شد وجذب طبعا عشان الناس مستعجله عايزه تلعب احسن حاجه. الحمد لله رب العالمين، يعني تداركنا الموقف الحمد لله الشوط الاولاني يعني، وضغطنا كويس والحمد لله رب العالمين يعني كسبنا المباراه. انا شايفه يعني عايزين بس نقول حاجه على الكواليس بعد المباراه. النجوم يعني المنافسين يعني بيتهافتوا عشان يتصوروا مع كابتن عبد الله، فيعني لا والله انا بحبهم، يعني بحب كل بلاد افريقيا. طبعا انا مش اول مره العب ضدهم، عارفين ان انا واحمد صلاح عشان بقالنا كتير بنلعبهم، فكل بطوله يعني بيجوا يتصور معايا انا واحمد، يعني فده حب بالنسبه لهم لينا. انا طبعا بحترمه وبحب حاجه زي كده، واول ما يجوا بيطلبوا يتصوروا معانا ما بتاخرش عليهم ابدا. كلمني بقى عن استعداداتكم للمباريات القادمه. طبعا يعني عدينا خلاص مباراه الافتتاح، بناخد المباراه مباراتها، ماتش كاس عندنا. عندنا بكره ان شاء الله فريق المغرب، فريق محترم، ما عندناش داتا كامله عليه، بس اكيد الجهاز الفني يعني حضروا الداتا ان شاء الله. 40 بكره ناخد محاضره، طبعا هنركز في ثاني مباراه، هناخد مباراه على كل مباراه لحد ما نخلص المجموعات، نخش دور ال 16 ان شاء الله رب العالمين، وبعد كده ربنا يكرمنا ان شاء الله بدور الثمانيه، ناخدها خطوه خطوه ان شاء الله لحد ما نوصل النهائي. طبعا زي ما حضرتك عارفه والجماهيرنا عارفين ومجلس ادارتنا ولاعبتنا، البطوله ان شاء الله رب العالمين يعني لازم نخش نكسبها باذن الله. احنا في جعبتنا 15 لقب صح كده، واحنا ابطال اللعبه دي سواء كان على المستوى المحلي او المستوى القاري. يعني الطموح مش بيختلف شويه؟ انت حققت اكيد البطوله دي كتير، يعني ايه الشغف بتجدده ازاي تاني؟ والله انا الشغف بالنسبه لي كان نفسي انهي الكارير بتاعي من غير ما اخسر ولا بطوله. حصل اخفاق اخر سنتين طبعا، يعني النادي الاهلي معودنا ومعلمنا ان انت اي بطوله بتخشيها لازم تكسب فيها مركز اول. هو مش شغف، يعني شغف اللي انا لازم اكسب، يعني كل سنه لازم اكسب وكل سنه لازم اثبت ان انا احسن فرقه موجوده واحسن لعيبه موجوده على مستوى القاره وعلى المستوى المحلي. فده طبعا دي حاجه بالنسبه لنا يعني لازم نكون عايزينها كل مره. يعني كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي ومشاهدين القناه. طبعا بقولوا وحشتونا، مستنيينكم طبعا. مباراه افتتاح عدت اهيت ان شاء الله، 40 مستنيينكم بكره ومستنيينكم بعد ان شاء الله 40 تيجوا يعني تزورونا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحتفل مع بعض بلقب باذن الله. شكرا لك. شكرا شكرا. ده طبعا كان لقائنا مع احد نجوم اللعبه بشكل عام، كمان مش بس النادي الاهلي، والحقيقه واسطوره من اساطير الكره الطائره في مصر، كابتن عبد الله عبد السلام. واتكلمنا معاه عن المباراه وهل هو شايفها سهله ولا لا، واستعداداته للمباريات القادمه واستعدادات الفريق كله للمباراه القادمه. طبعا لسه مستمرين معاكم، وهيكون لينا لقاءات ثانيه مع العديد من اللاعبين ان شاء الله. العوده مره اخرى ليك يا كابتن هيثم الى الاستوديو. نورهان بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا كابتن عبد الله عبد السلام تحس ان يعني بنحب نشوفه على الشاشه بصراحة.